السلام عليكم اصدقائي متابعين قناه فيوتشر كوين. طبعا ضربه قويه لعمله البي بي بعد اعلان سيزي باينانس عن هجمه على عمله البي بي. اخبار سلبيه جدا على العمله، وين ممكن اهداف العمله تكون؟ راح اتكلم عن هالشيء بهذا الفيديو. قبل ما فيديو اصدقائي بتمنى تضغط زر اللايك، تشترك القناه، تفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقميه، ولا تنسى تنضم لقناتنا على التليجرام، الرابط موجود اسفل الفيديو والرابط موجود كمان في بانر القناه. خليكم معنا لنهايه الفيديو حتى تعرفوا اخر اخبار سوق العملات المشفره. اولا اصدقائي، اعلن سيزي باينانس اليوم بتغريده على منصه تويتر انه فريق العمله عملة بيبي لحد الان فريق مجهول، ولا تنتمي عملة بيبي الى شخص معروف. تم انشاء هذه التوكن وليس لها اي فائده، وتم انشائها من قبل فريق مجهول. حذر منصة باينانس بعد اعلان اضافة عملة بيبي على منصة باينانس، واكد سيزي باينانس الرئيس التنفيذي لشركة باينانس على تويتر ان عملات الميم عملات تنطوي على المخاطر العالية، او تنطوي تحت العملات عالية المخاطر. لا احد يجبرك على شرائها، قم بابحاثك الخاصة وكن مسؤولا عن افعالك. لحد الان اصدقائي، عملة بيبي عملة ذات تقلبات عالية، وبعد ادراج عملة بيبي على منصة الباينانس انخفضت العملة بأكثر من 50% من قمة 0.5045، وانخفضت لمناطق 23، انخفاض بأكثر من 50%. استغلينا هذا الانخفاض بصفقة شورت بمناطق 39، دخلناها صفقة شورت بهاي المناطق، طبعا وضعنا عند مناطق 25 وحققنا ربح أكثر من 40% سبوت. وطبعا احنا بنشتغل فيوتشر بصفقة شورت، يعني مربح أكثر من 800% بصفقة واحدة. طبعا دخلناها على منصة جيت اي او، الرابط موجود أسفل الفيديو، وعم نضارب على هاي العملة فيوتشر وسبوت على منصة جيت اي او. حاليا اصدقائي صعب الاستثمار بهاي العملة بسبب ارتفاع سعرها الى حد الان، ما عملنا تصحيح كبير، تصحيح بنسبة 50% بالرغم من الاكسات المرتفعة يلي عملناها. اذا نرسم ترند من هاي المنطقة الى المنطقة العليا، بنشوف انه عندي ترند واضح على فريم الاربع ساعات. اي اقفال اسفل هذا ترند، اي اقفال اسفل مناطق ال 25، مرة ثانية رح نتوجه ممكن ننزل لمناطق 0.5013. حاليا مناطق ارتداد جيدة، ممكن يصير عندي ارتداد ثاني وترتفع العملة الى مناطق ال 30، ما بين 30 الى 35، وممكن يصير تصحيح بهاي المناطق مرة ثانية، لكن لازم احذر. اي اغلاق اسفل ال 25 رح نتجه مرة ثانية لمناطق 13. اصدقائي بكون وصلنا لهذا الفيديو، اتمنى الفيديو يكون اعجبك، لا تنسى تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس، تضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. مع السلامة ودمتم بخير.